جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا السلام عليكم ورحمة الله زفلا ومرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر كما رددها الشارع الجزائري. نفس الشارع قال تبو المزور جابوه العسكر ومخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. تمناو أن هذه المافيا العسكرية تسقط عن قريب. تكلموا مدام كلمة المافيا العسكرية وال مخابرات إرهابية. جبت لكم اليوم موضوع يعني طبعا الصحف بدور ما تكلمش عليه وأبواق العصابة اللي يدعيه حرية الصحافة ما يتكلموش عليه، هو مشروع اغتيال صحافي استقصائي في تبسة، داروا له مكيدة وخطة كيفاش يقتلوه، والخطة راهي موجودة ونعرضها عليكم نعطيكم كل التفاصيل ديالها. شيء خطير جدا ويبين على أنه الجزائر ما بقاش دولة. وطبعا صاحب المشروع الاغتيال هو الذراع الأيمن للجنرال جبار مهنا، هذا السارق والمجرم اللي خرجوه من الحبس بعد ما كان حاكمين عليه بثمان سنين حبس، خرجوه وعطاوا له مسؤول الامن الخارجي. عايرك الجزائر بين يدي شكون راهي اليوم. نتكلموا كذلك على الربع حراقة، اليوم تم توقيفهم في مطار وهران، هما رايحين يركبوا في طيارة كما ركبوا اخرين تخباو في لاسوت وكذا كاش يديروا العفسة، وهذا يدل على انه تنحيد زين الدين بن شيخ ما اثرتش على ما يحدث في مطارات الجزائر. مزرت الناس تحاول تحرق سواء جوا او بحرا او برا. وسنتكلم ايضا عن تراجع العصابة، تراجع جزئي مش كامل، في موضوع المواني تاع المغرب في القرار اللي قال لك الناس اللي سلعه تاعهم تمر على المواني تاع المغرب ما خلصوها لهمش، ما عطوهمش كريدي للدوميسيلياسيون. اليوم عاودوا قال لك لا، الشيء اللي تم قبل 10 جانفي يعدي وقولوا بعداش، ودرك نتكلموا عليه. طبعا بسبب هذا القرار هذايا عدت شركات جنبية جزائرية أعلنت انسحابها، ونصحوا وعلاش. عندنا حصيلة جمال بالماضي مازالوا يتكلموا عليها ومازال تثير لها، يعني الناس البلاد من كوريا اقتلت شريقات ونهب وكذا وما يتكلموش حابسين يعني ما استعى فضبر. ودوك نعطيكم وشني الجزائر، ماشي أول مرة الجزائر تتقصى من الدور الأول في التصفية في نهائيات كأس أفريقيا للأمم. تكلموا أيضا على ماذا ينتظر السودان من الجزائر وأسباب توقيف محمد تجديد شاعر الحراك. ما نطولش عليكم، نحاولوا نتناولوا هذا كامل في 20 دقيقة 25 دقيقة، لأنه كان مقابلة ما بين المغرب وأفريقيا الجنوبية، ونشوفوا اليوم مقابلة ما بين رئيس الكاف وأحد الأعضاء المؤثرين في الكاف حسب المحللين الرياضيين الجزائريين اللي دائما يشوفوا مؤامرة تاع القجاع وتأثيره على الكاف. واش القجاع هذا خطرة؟ قادر يلعبها الرئيس تاع الكاف؟ المقابلة في الخفاء راح تتم في الكواليس ولا في التيران؟ حتى وان المحللين الجزائريين عمر ما يشوفوا مقابلات في الميدان، يتخيلوها دائما في الكواليس.
نستاهل نشاطنا قبل طبعا لابد من تحية الإخوان اللي راهم حاضرين معنا، حتى راح نعدي بسرعة مراد سعيد زيدان فارس الماتش تعاود وراح يتعاود صح. الو خالد عياش مارسيليا مرحبا بك خونا. اكليم اكليم اكيما مرحبا بك، شاكر اخ زرون مقابلة الفاسدين ايه لك. بوشعيب ساح مصطفى وليد روسكي تراز مرحبا بك، جينوفو يسين مرحبا بك وصلت قادمة معنا. حسين بيطالي معنا بزاف اخوان جدد، نوري ستايفي يحيى ترونتكات برايجي دي روتورا باري نعم صحيح شما زبتنا حويجها من البرجويلة. محمد بومدين مرحبا، محمد موح واسماعيل حمالي، وطبعا ما نقدروش نبداو اللايف بلا ما نذكروا بالاضافه الى يحيى 34 ورضا بن المدينه مصطفى الدحمالي. هلا تحيه لكم جميعا وندخلوا في صلب الموضوع ونستاهل النشره بنشاط رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه القائد الاعلى للقوات المسلحه ووزير الدفاع، مش عارف اش ديما نقول وزير الدفاع عاد يهبطوا له في القراد من يكون الجمهوريه واللي وزير ايه ما عليه. اي نشوفوا هذا بعد الجينجل.